متابعينا الكرام، متابعي بوكبير ميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد. معاكم اسماء اسماعيل من الاسكندريه. وداعا قطار ابو قير بعد 170 سنه قطار ابو قير رايح جاي في محافظة الاسكندرية. صوته الناس كلها حفظت صوته، الناس كلها عارفة كل تفاصيله، حتى لما تجدد الناس كلها عرفته وحبته. احنا النهاردة بننقل لحضراتكم تفاصيل طبعا من داخل محطة المعمورة، تحديدا تفاصيل حول مترو الاسكندرية او مترو ابو قير. خليني أتابع مع حضراتكم تفاصيل حول تنفيذ مشروع مترو أبو قير أو مترو الأسكندرية. طبعا أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن أنه سيتم إيقاف حركة القطارات بين محطتي سيدي جابر والمنتزه بخط الأسكندرية أبو قير، وذلك اعتبارا من أمس الجمعة الموافق 1/3/2024 لنهو الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثالثة من مشروع مترو الأسكندرية. ويذكر أنه قد سبق إيقاف تشغيل القطارات في المسافة بين محطة الأسكندرية ومحطة سيدي جابر كمرحلة أولى، وبين محطة أبو قير ومحطة المنتزه كمرحلة تانية. ومع بدء تنفيذ المشروعات مشروع مترو الأسكندرية أبو قير محطة مصر والجدير بالذكر أن وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي قد قامت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الأسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو، حيث يتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الأسكندرية. بدأت وزارة النقل في تنفيذ أعمال مشروع مترو الأسكندرية المعروف بمترو أبو قير من خلال فك القضبان بشكل جزئي وإيجاد البدائل المطلوبة لنقل المواطنين عبر وسائل أخرى بعيدا عن خط قطار أبو قير. وشملت الأعمال إيقاف الجزء لتشغيل خط قطار سكة حديد أبو قير بالقطاع من محطة مصر حتى محطة سيدي جابر كمرحلة أولى للبدء في المشروع. كما بدأت الشركة المنفذة لمترو الأسكندرية أبو قير محطة مصر في رفع قضبان خط أبو قير في المسافة التي توقف تشغيل القطار بها، وتضم 3 محطات وهي محطة مصر والحضرة وسيدي جابر. ووفقا لوزارة النقل من المقرر إيقاف تشغيل قطار أبو قير في القطاع من أبو قير حتى المنتزه بداية من اليوم، يعقبه إيقاف القطاع من سيدي جابر حتى المنتزه بداية من 1 مارس طبعا اللي هو كان امبارح، ولتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبو قير الذي ينقل نحو 20 مليون مواطن سنويا أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو. واتفقت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي مع الأجهزة المعنية بمحافظة الأسكندرية لتوفير أتوبيسات في عدة مسارات. وكشفت محافظة الأسكندرية تفاصيل المشروع الذي يمتد في المسار من أبو قير إلى محطة مصر بطول 21 كيلومتر، منوهة بأنه سيجري تنفيذ بنظام التصميم والتوريد والإنشاء EPC. ووفقا للمحافظة يكون مسار المترو سطحيا من محطة مصر حتى محطة سيدي جابر بطول 6.5 كيلومتر، ثم يصبح مسار المترو علويا من سيدي جابر إلى أبو قير بطول 15.9 كيلومتر. وبحسب مخطط المشروع يبلغ إجمالي عدد محطات المترو 20 محطة مع إلغاء محطة الرمل الميري وإضافة 5 محطات جديدة وهي ميامي ومحمد نجيب وكفر عبد وسبورتنج وباب شري. وزادت الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبا في الساعة باتجاه إلى 40 راكب في الساعة باتجاه المرحلة الأولى أبو قير محطة مصر، مع تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة. ويتضمن مشروع مترو الأسكندرية زيادة السرعة التشغيلية من 25 كيلومتر في الساعة إلى 100 كيلومتر في الساعة، فيما يحقق المشروع
زمنا اقصر للتقاطر من 15 دقيقه لدقيقتين ونص. وبحسب الخطه المستقبليه تتضمن المرحله الثانيه من المشروع استحداث خط مترو بدءا من محطه مصر الى منطقه الماكس بطول 8 كيلومترات وبعدد 6 محطات، في المرحله الثالثه من الماكس حتى الكيلو 21 والاسكندريه بطول 15.5 كيلومتر وعدد 6 محطات. ومن المستهدف ان يتم ربط المترو بمشروع القطار السريع على العلمين والعين السخنه في منطقه برج العرب لتكوين شبكه نقل متكامله بين القاهره والاسكندريه تنفيذا لتوجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. زي ما حضراتكم شايفين وزي ما بنتابع معاكم وزي ما ايضا تابعنا مع حضراتكم الان من داخل محافظة الاسكندرية تفاصيل عن بدء المرحلة الثالثة لمشروع مترو أبو قير محطة مصر. هنتابع مع حضراتكم تفاصيل جديدة واخرى على مدار الايام القادمة اثناء طبعا تنفيذ المشروع، هنرصد لحضراتكم هذه التفاصيل وكافة الاخبار من داخل محافظة الاسكندرية. طبعا طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان المرحلة الاولى كانت عبارة عن ايه والثانية عن ايه والثالثة عن ايه، هقول لحضراتكم طبعا ان المرحلة الثانية هو وقف قطار ابو قير بداية من محطة ابو قير حتى محطة المنتزه لرفع القضبان الحديدية اللي موجودة تحت على اللي موجودة تحت على يعني الجزء ده اللي في الارض زي ما حضراتكم شفتوا. وثم طبعا تم الانتهاء من رفع قضبان محطة ابو قير ومحطة التسون ومحطة المعمورة ومحطة الاصلاح. خليني اقول لحضراتكم ايضا ان تم ايقاف قطار من محطة جابر حتى محطة المنتزه نهائيا امبارح. متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، بشكركم وكنت معكم اسماء اسماعيل والى اللقاء.